السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو خاص بتلاميذ المستوى الثالث فضاء الرياضيات، أسبوع التقويم والدعم، الحصة الأولى، وهي التمارين الموجودة في الصفحة 24. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. التمرين الأول يقول: أكتب كل عدد كتابة مختصرة بالأرقام كما في الأمثلة. إذا الأمر بسيط جدا، نبدأ على بركة الله. إذا هنا المثال كي داير، أنه مثل لنا العدد وحنا كنكتبو كم عدد الوحدات، واحد نكتبوها هنا، كم عدد العشرات نحسبو القضبان، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة نكتبوها هنا، عدد المئات أربعة نكتبوها هنا، بنفس الطريقة نتمم ما تبقى. إذا نبدأ، شحال عدد الوحدات؟ اثنان، سأكتبها في الخانة المخصصة للوحدات. العشرات صفر، لا وجود لقضبان هنا، والمئات واحد اثنان ثلاثة ثلاثة بعد الطريقة هذه. بنفس الطريقة ننجز العدد الثالث، عدد الوحدات لا وجود لأي يعني مربعات أو مكعبات هنا، إذا صفر. عدد العشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذا أربعة. وعدد المئات واحد اثنان، عندنا هنا أعداد مكتوبة بالحروف، نحن مطالبون بكتابتها بالأرقام. سبعمائة وسبعة، إذا سبع ماذا؟ مئة، إذا سأكتب سبعة في الخانات. إذا هادو بحال هاد الخانة للوحدات، وهذه للعشرات، وهذه للمئات. إذا سبعمائة، سبعة في الخانة الخاصة بالمئات، وسبعة يعني سبع وحدات، والمكان هنا فارغ، إذا سأضيف صفر. عاوتاني هنا ثمانمائة وثمانون، إذا ثمانمائة، إذا هادو هما الخانات المئة، ثمانية وثمانون يعني ثمانية عشرات، الوحدات صفر. مئتان وخمسة وتسعون، مئتان يعني اثنان في الموضع المئتان، وخمسة وتسعون يعني خمسة في الوحدات وتسعة في العشرات. بنفس الطريقة نحاول ننجزو هنا. إذا هاد السطر ديال الخانات هو المئات، وهادو وحدات، وهادو عشرات. إذا شحال عدد المئات؟ واحد، سأكتب واحد. في العشرات ستة، سأكتب ستة. وفي الوحدات كم؟ ثلاثة، إذا سأكتب ثلاثة. مئة وثلاثة وستون. بنفس الطريقة سبعة في مكان المئات، تسعة في العشرات، وتسعة في الوحدات، تسعمائة وتسعة وتسعون. ننتقل إلى التمرين الثاني. فيما يخص التمرين الثاني، أستعمل المستقيم العددي وأرتب كل ثلاثة أعداد من الأصغر إلى الأكبر. إذا مطلوب مني أني نرتب هاد الأعداد من الأصغر إلى الأكبر باستعمال هاد الشريط. إذا 445، فين غتجي؟ بما أن 40، هي 445، 451، إذا غتجي هنا الثانية. أربعمائة وخمسون غتجينا هاهي. إذا غادي نقارن هذا، هادو اللي بالأحمر، مع هذا، مع هاد العدد، خمسة وأربعون، واحد وخمسون، وأربعمائة وخمسون. إذا مطلوب مني من الأصغر إلى الأكبر، الأمر بسيط، ناخدو ورقة. إذا أصغرهم هي لينا، لأن السهم غادي نمشيو من الأصغر حتى الأكبر، إذا أصغرهم هي اللي من هاد الناحية. إذا 445 أصغر من 450، أصغر من 451. هذا فيما يخص الأعداد الأولى اللي كاين هنا. نغير اللون، ننجز العملية الثانية. إذا 456، راه الأعداد الصغيرة من هنا والكبيرة، يعني ماشي هنايا تزايديا. إذا 456 فين غتكون؟ غتكون هنا في التدريجة الثانية اللي مورا 55. 456، 449، 49 يعني غادي تجي هنا 449، و 468، إذا هنا 468.
إذن بما أن الأعداد الصغيرة من هنا وماشية تزايديا، إذن العدد الأول هو الصغير، هذا الثاني، هذا اللي من بعد منه، وسنرتبهم بهذه الطريقة هذه. إذن 449 أصغر من 456 أصغر من 468. ننتقل إلى المجموعة الثالثة وهي هذه اللي كاينه هنايا. عندنا 470 هي هذه، 462 المكان ديالها غادي يكون هنا، 462، 468 هي هذه، 462 أصغر من 468 أصغر من 470. ننتقل إلى التمرين الثالث. فيما يخص التمرين الثالث، كان لدى زينب 12 تفاحة، أكلت بعض التفاحات وبقي لديها 9 تفاحات، ما هي الكتابة التي تعبر عما جرى؟ ألونوا بطاقة الكتابة المناسبة. انتبهوا هنا، كان عندها 12 وبقى عندها 9، إذا شنو هي اللي صحيح؟ واش غادي نديرو 12 زائد 9؟ هذه خطأ. أو غادي نديرو 9 تساوي 12 زائد ماذا؟ حتى هذه خطأ. أو 12 ناقص شي حاجة تعطينا 9، إذا هذه هي اللي صحيحة، هذه الإجابة الصحيحة، 12 ناقص شي حاجة تعطينا 9، إذا هذه اللي صحيحة. إذا 12 ناقص 3 تساوي 9، إذا زينب أكلت 3 تفاحات.